رقم 32 مسكر. اجمع الشباب رح يجي. الأحلام من وجدت لتتحقق رح تتحقق. الأحلام من وجدت لتتحقق. كان في تماس. الأمور كلها تمام، رجعوا. ما في حدا هون؟ رح نروح ونحرقهم كلهم. هادي بيك؟ خلي موجة وعزيزي يلحقوني فورا. وأنا؟ أنتي ضلي. تفضل. شو؟ هادي بيك انسرق من المستودع 82 كرتونة. انت وين كنتي؟ والعناصر والكاميرات؟ صار في انذار بالغلط، والمستودع ضل فترة بدون مراقبة. الكاميرا صار فيها عطل وبعتقد انه مقصود. بصراحة أنا لهلأ ما خبرت الشرطة، انتظرت لتجي هادي بيك. ليش؟ يعني بس مشان يجوا لهون الشرطة ويحققوا مع الكل؟ فضيحة. صرنا الخبر الرئيسي بالجرائد لأنه خربطنا بالطلبيات. بكرة بتقروا الجزء الثاني من الخبر ورح يكون لونا بالمغفر. وقتها رح نفضح حالنا على أكيد، ورح يقولوا نحن ما بنعرف نشتغل. We'll be right back.
هي والتأمين أكيد موجود معاك. خبرهم بدهم ضبط شرطة. برافو. إيدين هلأ مربطين. قديش خسرنا؟ منيح إنه البضاعة رخيصة، هي عبارة بس عن شالات، شي 60,000. هادي بيك الحق مو على عزيز أبدا، أنا المسؤولة هون هلأ. لازم كون معكم. هادي بيك أنت كلفتني بهي المهمة. كلفتك وبعد ساعتين نحن انسرقنا. أنا لازم حلها، هي مسؤوليتي. مشي حالك، أنت ورطتينا وخلص. أنت شو عرفك؟ يعني قلت لي رح تعطيني فرصة، بس أعطيني إياها، بترجاك فيني حلها. ماشي، رح تقلعي واحد من المحل. كيف؟ الخسارة اللي صارت بحدود راتب مسؤول قسم، ما منقدر نروح على التأمين لأنه ما منقدر نروح على الشرطة، عرفتي؟ وطبعا لازم نعوض هالخسارة كلها، ما هيك؟ بهالطريقة رح نقلع حدا ما إله ذنب. منصب كبير يعني مسؤولية، إذا أنت حلمتي بالمنصب يعني لازم تتحملي هاي المسؤولية على الآخر. انسحبي أو اختاري اسم يلي بدك تقلعي وهيك بتنحل المشكلة. ويا ريت تخبريني من بكره الصبح مرا الخانم. الو كيفك؟ ايه انا لساتني بالشغل. يا ريت تجي لعندي بسرعة لأني بحاجتك كتير.